مرحبا بكم. وزارة الشباب والرياضة أكدت اليوم على رفضها القرارات الصادرة عن لجنة التأديب الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص بتبيع ملف نتاع مباراة ترجي جرزيس وأمل الرياضي بحمام صوصة، والقرار اللي كان من لجنة التأديب هو إجراء فاصلة بمباراة فاصلة بين الأمل الرياضي بحمام صوصة ونجم المتلوي. أيضا الوزارة لمحت على إمكانية حل جامعة كرة القدم. أكثر تفاصيل مع الناطق الرسمي مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة شكري حمدة في ميكرو زميلي مكي العوني. الوزارة لن تتهانوا لحظة في تطبيق القانون وين يوصل. كان يستحق باش نوصلوا في أبحاثنا وفي تحقيقاتنا إلى أنها الجامعة، أي جامعة مهما يكون، باش تتحل وفق الفصل 21 باش تتحل، ومع أن حتى مشكل شخصي أو ذاتي مع أي هيكل رياضي أو جامعة. في وصل ندوة قلت أنه الجامعة ما عندهاش فصول تنظم حكاية التلاعب بالنتائج والعقوبات، واعتبرت هذا خطأ جسيم. هل أنه اللي قلت عليه أنت خطأ جسيم هذا من موجبات تطبيق الفصل 21 اللي هو إمكانية حل المكتب الجامعي أو إيقاف أعضاء؟ لهنا الخطأ الجسيم على معنى الفصل 21 مش هذا الخطأ ذا، أما هو يعتبر خطأ، لأن علاش الجامعة حتى في غياب فصول في المجلة التأديبية نتاعها ما تنصش على هي محمول عليها واجب تطبيق الكود تاع الفيفا، وهذا العقوبة اللي خذيتها في الأخر بالكود تاع الفيفا. إيه الكود تاع الفيفا، أما الكود تاع الفيفا ما يعطيش الحق لهيئة اللي لجنة التأديب باش تخلق ماتش وضحتها لنظم اللعب زي ما تكون من قبل وكذا، وما يعطيهاش لافال. يعطي صحيح الفصل 18 من المجلة التأديبية للفيفا في الفقرة الأخيرة منه إمكانية إضافة بعض العقوبات الأخرى، لكن ثم مبدأ عام في القانون أنه لا عقوبة بدون نص. ما تنجمش أنت تحدث اليوم معناها فريق مترشح في المرتبة الأولى يلعب مع الثالثة وهو حتى المستفيد متلوي الفضل. بالنسبة لنا احنا على الأقل كموقف قانوني واضح هو من قبيل القرارات المعدومة التي لا تنتج أثرا قانونيا. في نفس الموضوع اليوم إدارة نجم المتلوي بعد اجتماعها مع الأحباء قررت عدم خوض المباراة الفاصلة ضد الأمل الرياضي بحمام صوصة ومواصلة مراحل التقاضي محليا ودوليا. في التنس أنس جابر ترشحت اليوم الربع نهائي دورة برلين بعد ما ربحت الأمريكية أليسيا باركس المصنفة 169 عالميا بنتيجة زوج مجموعات مقابل 0.6 و 7.6 أنس. تلعب غدوة ربع نهائي ضد المصنفة عالميا ألكسندرا سانسوفيتش من بيلاروسيا. الاتحاد المصري لكرة القدم فعل اليوم قرار إقالة المدرب المنتخب إيهاب جلال بعد 3 مباريات من تعيينه، وتمكن فيها إيهاب جلال من تحقيق فوز على غينيا 1-0، أيضا هزيمة 2 بلاش ضد أثيوبيا في تصفية الكان، وهزيمة أخرى في مباراة دولية ودية ضد كوريا الجنوبية 4-1، وتم تكليف كل من حازم إمام محمد بركات اللي هما كانوا لاعبين سابقين في المنتخب المصري للبحث عن مدرب يكون أجنبي للجنسية، والنية متجهة لإعادة التعاقد مع المدرب البرتغالي كيروش. في البطولة المغربية حاليا يتلعب ديربي دار البيضاء بين الرجاء والوداد، الشوط الأول بتقدم الرجاء 1-0، الوداد متصدر البطولة 53 نقطة، الرجاء مركز الثاني 49 نقطة. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية للمنطقة على السيت مزيكا.